اليوم هو اليوم 17 الموافق لغزوة بدر، فلذلك حديثنا اليوم سوف يكون عن غزوة بدر. دعني أبدأ معك بماذا كان الباعث على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله القائل ولقد نصركم الله ببدر. هذا يوم عظيم من أيام الإسلام الكبرى، وينسب إليه من شهده فيقال عنه أنه بدري، ويكفي أهله شرفاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وأما الباعث فإن النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين الذين معه قد أخرجوا من مكة وتركوا وراءهم الديار والأموال، ولم تراعي قريش لهم حرمة فأخرجتهم، وقد تركوا وراءهم أموالهم وديارهم، وترك بعضهم حتى أهله، وقدموا إلى المدينة فكانوا في حاجة إلى ما يقيم أمرهم، ولم يكن الله عز وجل قبلها قد أذن لنبيه بالقتال. ثم جاء قول الله تعالى: أذن للذين، يعني أن الله عز وجل أذن بالقتال، وأخبر أن هؤلاء الذين أذن لهم بالقتال بأنهم ظلموا. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن قافلة لقريش قادمة من الشام، وكانت هذه القافلة وهي ذاهبة إلى الشام ولا بد أن تمر على المدينة، لأن المدينة بين مكة والشام، لم يستطع أحد من المسلمين اللحاق بها وهي ذاهبة، وإن كانت ليس فيها شيء إلا المال، لكن وهي عائدة ستكون أكثر. فلما علم صلى الله عليه وسلم من أخبار وصلته أن قافلة وعيرا لقريش قادمة من الشام يقودها أبو سفيان، ندب الناس لها، فكل من خرج إنما كان يظن أن الأمر لن يقابل أكثر ممن يعرف اليوم بحرس القافلة، قد لا يتجاوزون 30 50 60، يعني هذه فكرة العامة. فلذلك لم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم لوم بعد ذلك وعتاب لما عاد لمن لم يذهب معه، لأن الناس ما كانوا يظنون أنهم سيلقون عدوا، وإنما سيدركون القافلة، وأكثر ما سيجدونه من يحرس القافلة، أبو سفيان ومن معه، وقد كان معه عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل من بني زهرة وعمرو بن العاص من بني سهم وآخرون، هؤلاء الذين كانوا مع أبي سفيان. فمن أجل هذا تدب النبي صلى الله عليه وسلم الناس من كان ظهره حاضرا، أي كان على أهبة الاستعداد، يقدر أن يذهب لا يعطل الأمر، لأن المقصود إدراك القافلة، ليس المقصود التهيؤ والمكوث أياما، فإن هذا سيفوت مرور القافلة. ومضى مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 300 وبضعة رجلا، كانوا أكثر، ثم رد النبي عليه الصلاة والسلام أبا لبابة من بئر الروحاء، رده إلى المدينة ليكون عليها بعد أن جعل عليها قبل أن يذهب عبد الله بن أم مكتوم، وجعل أحد الصحابة على عالية المدينة على أهل قباء خوفا من شيء ضرر قد بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يراد بهم التربص. فهذا هو الباعث، إدراك قافلة قريش. كيف عرف أبو سفيان بخروج النبي والصحابة؟ أبو سفيان كان من الفطنة بمكان، ولم تجعله قريش قائما على هذا الأمر إلا لعلمها بكفاءته، فكان هو المعني بالقافلة، وما بقي رجل من قريش لديه ولو أوقية إلا وقد بعث بها مع أبي سفيان ليتاجر بها إلا رجل يقال له حويطب بن عبد العزة. كيف عرف أبو سفيان؟ أبو سفيان وهو عائد كان يخشى المدينة وأهلها، يخشى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما وصل لقي رجلا اسمه مجدي ابن عمرو الجهني قبيل بدر، فسأله: هل رأيت شيئا تنكره؟ فقال له مجدي: لا، إلا أنني رأيت رجلين ها هنا، وأشار إلى تل قد أخذ ماء في شن. فذهب أبو سفيان إلى ذلك المكان، إلى التل الذي عنده الماء الذي أرشده إليه مجدي. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث رجلين، أحدهما اسمه عدي بن أبي الزغباء، والآخر اسمه بسبسة بن عمرو الجهني رضي الله تعالى عليهما، يتحسسان له الأمور عند خيبر، عند بدر، يتحسسان له الأمور عند بدر، أي أنهم عيون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو سفيان لموضعهما وجد روث البعير، أبعار البعير، وقلنا كان من الفطنة بمكان، ففتها، فلما فتها وجد فيها النوى، فقال: والله هذه علائف يثرب. عرف أن
الرجلين من المدينة. هذه والله علائف يثرب، هؤلاء عيون محمد. فغير الطريق وجاء جهة الساحل، جهة الساحل. تعرف أن بدر غير بعيدة عن البحر، أن الآن الرايس مثلا غير بعيدة عن بدر، والرايس على الشاطئ. فقال هذه علائف يثرب، هؤلاء عيون محمد، وأخذ جهة الساحل. ولهذا قال الله عز وجل: والركب أي القافلة أسفل منكم، كما سيأتي إن شاء الله. هذا الطريق التي عرف بها أبو سفيان العير. ماذا فعل أبو سفيان بعد عرفه بيخ؟ لما عرف هذا خاف على القافلة، فبعث رجلا اسمه ضمضم ابن عمرو الغفاري، ضمضم ابن عمرو الغفاري، وأمره أن يستغيث قريش وأن يخبرهم أن قافلتهم قد تعرض لها محمد وأصحابه، وأنهم لا بد لهم من الغوث. فالرجل هذا ضمضم ابن عمرو الغفاري لجأ إلى طريقة عجيبة حتى يستثير قريشا. جاء إلى البعير فجدع أنفه، فالآن جاء للدابة، بدأ بالدابة، جدع أنفها، وهو نفسه شق قميصه وحول رحله. يعني الأصل أن الإنسان يركب الدابة هكذا، ركبها بالضد، حول رحله ودخل على قريش ينادي: اللطيمة اللطيمة يا معشر قريش، أموالكم عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، يعني قد تلحقون قد لا تلحقون، الغوث الغوث واللطيمة اللطيمة. هذا ما فعله أبو سفيان حتى يرد، يجعل قريش تقوم بالواجب نحو القافلة.